هاد العينة فات شي باعي هاش قد حلوة أبهر صور هيا أكو أكبر هذا بدون زوم طبعا هو أنا هاي العينة عايفها برا حتى هيك يصير بيها عينه ثقيله اي اعوفها برا حتى نسوي زوم للاشياء الناعمه الموجوده هذا اللي هو اكو هنا انا ار بي سي موجود والكريستال بابهر صوره هسه هذا شكل طبعا هذا طبعا شكل هو شيء فوق شيء اي متجمع بعد تيه بي وهذا الشكل طبعا هو بدون زوم يلا ما حد يطلع هيك كريستال بحجم الفيلد لان هذه يراد لها شروط تتوافر هسه نجي هيجي هذه هنا أنا موجود اكو باص طبعا واكو رمولك ويورك ويا طلابي من الصبح دي نفحص يورين بهالمطر هذا والجو البارد والباقين نصهم بعدهم ما جايين نايمين اي والله نايمين هم يحبون النوم والله ناموا لا تستيقظوا ما فاز الا المنام اللي يريد يتعب على نفسه ويطور نفسه لازم يطلع من منطقة الراحة صحيح اي والله النجاح ما يحب راحة واصلا النجاح ما يجي بشي سهل يحتاج تعب اي حتى من توصل للنجاح ما تحس بطعمه ليش لان انت قضيت هذه الفتره حتى توصل له انت قضيتها بمعاناه عبالهم النجاح يوصل هو نايم سواء كان بالدراسه تطلع من الاوائل سواء اذا كان الاجتهاد بالعلم وطلع هيجي يورك بربع الفيلد حجمه اي والله بس هو دكتور اكو مقص بهاي العينه هو موجود بس هذا الاشياء الحلوه نحب نوثقها هسه خلينا نشوف ذني البلورات ابها صور البلورات حجمها كبير كلش اي مو يا كان يطلع هيك احجام هذه بدون زوم بقد الفيلد اي شكل هندسي اي واضح اي اشكال هندسيه لكن ها هنا هم اشكال هندسيه زين هنا اليورك اسجي كت منطي اي هنا خلينا نشوف هسه عضلاتك هنا ايش قد راح تنطي